المحاضرة دي إن شاء الله احنا ما زلنا في الديسكريبتيف ستاتستكس، وهنقيس فيها الـ هنريبريزنت الداتا عن طريق الأرقام، عن طريق النيوميريكالز. تمام؟ ديسكريبتيف ستاتستكس نيوميريكال سامري اوف ذا فاليو اوف ذا داتا اوف ذا فاليو. خلاص؟ احنا عندنا هنا قلنا قبل كده ان انا بعرض الداتا او بعرض البيانات اللي انا عملت لها كوليكشن، يا اما بحطها في تشارتات او بحطها في جداول او ان انا بعرضها نيوميريكالي. تمام؟ طيب طريقه العرض نيوميريكالي بتعتمد على حاجتين. لو انت بتعتمد على المقاييس النزعه المركزيه الميجرز اوف سنترال تندنسي، تمام، اللي هي الكوليكشن اوف ذا داتا اراوند ذا سنتر، تمام، ولا الديسبيرشن اوف ذا داتا اراوند او توزيعها او انتشارها حوالين الايه السنتر، وتوزيعها واختلافها واختلاف المسافات بينها وبين بعضها. تمام؟ يبقى انا يا اما يقيس النزعه المركزيه السنترال تندنسي بما في ذلك المتوسط او الوسيط او المود، او ان طريق تباعد البيانات عن السنتر، تباعد البيانات او اي بيان منهم عن الايه السنتر، السبريدنج بتاع البيانات دي او الديسبيرشنز بتاع البيانات دي. في المحاضره دي ان شاء الله هنقول فيها السنترال تندنسي ومقاييس النزعه المركزيه بانواعها المختلفه. الكيرف ده بيوضح لنا الحاجتين. لو انا جيت عند المنتصف والكوليكشن اوف ذا داتا اراوند ذا سنتر، يبقى انا كده بتكلم عن السنترال تندنسي. انما لو انا هقيس انتشار وسبريدنج اوف ذا داتا حوالين المركز، يبقى انا كده بتكلم عن الايه، عن الميجر اوف ديسبيرشن. في الفيديو ده احنا بنتكلم على مين؟ على السنترال تندنسي. قال لك في ثلاث حاجات بتقيس لي الميجر اوف تندنسي: المود والميديان والمين. تمام؟ كل فاريبل بينفع له حاجات وما ينفعلوش حاجات تانية. يعني ما ينفعش تجيب لي اوردينال فاريبلز ولا نومينال فاريبلز زي مثلا فصائل الدم A و B و AB وتقول لي هات لي متوسط. ما ينفعش، لان دي مش ارقام حقيقيه، ولا الاوردينال فاليو فاريبلز كمان ينفع لها الايه، ان انا اجيب لها المتوسط. تمام؟ انما ينفع لها حاجات تانيه. هناخد دلوقتي حاجه ونقول مين ينفع لايه وهكذا. اول حاجه ايه هو المود؟ المود ده اللي هو اكتر حاجه بتتكرر في الداتا اللي عندي. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا في الرسمه دي رقم 3 ده اتكرر 3 مرات، يبقى هو ده المود. طب في الرسمه دي رقم 2 اتكرر 3 مرات ورقم 6 اتكرر 3 مرات، يبقى الاثنين والسته هما المود. في الحاله دي ده باي مودل، يبقى ده باي مودل، يعني في اثنين مود، انما ده في مود واحد يوني مودل. تمام؟ طيب عيوب ايه؟ عيوب ان انت ممكن يكون في اثنين مود، في ثلاثه مود، في اربعه مود، انسو. تمام؟ وانه ما ينفعش مع الكونتينوس داتا. تمام؟ ادي عيوب المود. طيب ايه هو الميديان؟ الميديان ده هو الوسيط، هو اللي بيقسم لي الداتا الى قسمين، 50% يمين و50% شمال. ده راجل واقف في النص كده بين البيانات. لوكيشن بيعتمد على اللوكيشن، ما بيعتمدش على قيمته. تمام؟ علشان كده في فرق، يعني هو شبه، يعني هو البرسنتايل 50% برسنتايل. ال 50% برسنتايل برضه عباره عن بيعتمد على اللوكيشن وبيقسم البيانات الى 50% يمين و50% شمال. لكن الفرق بينه وبين ال 50% بين البرسنتايل ان الميديان بيساوي 50% برسنتايل، انما اي نسبه برسنتايل اخرى غير ال 50% لا تساوي الميديان. خلاص؟ لان انت عندك 49% برسنتايل وهناخده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، بيقسم البيانات الى 49% يمين و51% شمال. 10% برسنتايل بيقسم الداتا الى 10% يمين و90% شمال. هو ده الفرق بين الميديان والبرسنتايل، عشان ايه تاخدوا بالكم منه، وان شاء الله هنقوله في الفيديو اللي جاي. طيب الميديان قلنا هو الرقم اللي بيتوسط البيانات، ما بيعتمدش على رقمه. لا، انت اول حاجه لازم تعمل ترتيب للبيانات في ascending order: 30 ثم ال 31 ثم ال 32 ثم ال 33 ثم ال 35. تمام؟ كده رتبناهم. بعد ما ترتبهم شوف مين اللي واقف في النص. اللي واقف في النص من 32 رقمين على يمينه ورقمين على شماله، ملوش دعوه بالقيم، ده الرقم الوسيط. خلاص؟ وفي ليه قانون اللي هو ان بلس 1 على 2. يعني هنا ان اللي هو مجموعهم كام؟ 5. ال 5 ان بيساوي 5 زائد 1 يبقى يساوي 6 على 2 يبقى بيساوي 3. يبقى الرقم الثالث 3 دي يعني ايه؟ بتريفير للوكيشن. 3 بتريفير للوكيشن، يبقى لترتيبه الثالث. مين الترتيب الثالث؟ اللي هو ده، يبقى هو ده الميديان. يبقى 32 هو الميديان بتاع الايه؟ بتاع البيانات. طب لو الرقم زوجي يبقى ان زائد 1 على 2 برضو، بعد كده الرقم ده هاخده هو واللي بعديه واجيب المتوسط بتاعهم. تمام؟
يبقى الميديان if you have even number قلنا هنجيب الرقم واللي بعده نقسمهم على 2 تمام؟ وادي القانون بتاعهم ان بلس 1 على 2 وهو نفس القانون بتاع البرسنتايل بس الاثنين دي جايه منين؟ من 50% يعني 50 على 100 في البرسنتايل بقى بتحط النسبه اللي انت عايزها بتاعت البرسنتايل يعني لو قال لك برسنتايل 50% بتحط 50 على 100 يبقى بتساوي 2 يبقى هو الميديان طب لو 10% يبقى 10 على 100 يبقى 10% وتضربها في ان زائد 1 وهكذا تمام؟ وهنعرفها في الفيديو اللي جاي عشان الناس اللي ما خدتش بالها طيب خلاص؟ خلصنا الميديان ودي امثله عليه امثله سريعه وامثله للايفن نمبر طيب عيوبه ايه ومميزاته ايه مميزاته انه ما بيتاثرش بالسكاونس ان هو كده كده واقف في كراجل وسيط واقف بيقسم 50% يمين و 50% شمال ومالوش دعوه بالقيم انما الديس ادفانتج بتاعته انه ايه انه بيديسكارد لوت اوف انفورميشن تمام بيكوز ات اجنورز موست اوف فاليوز يعني مالوش دعوه بالقيم هو الراجل بيعتمد على لوكيشن بيعتمد على موقفه ووضعه داخل البيانات ما مش مهم الارقام كام اللي حواليه مين والارقام كام اللي حواليه شمال لا ده راجل بيقسم البيانات وخلاص تمام فهو راجل بيريبريزنت لوكيشن خلاص المين بقى يا جماعه المين هو عباره عن مجموع البيانات كلها على عددهم فاذا هو بياخد في اعتباره كل الداتا بتاعت البيانات اللي موجوده ودي ميزه تمام لان هو الوحيد اللي ايه يعتمد على الايه الداتا بتاعت الايه البيانات خلاص انما من عيوبه ايه انه بيتاثر قوي بالسكونس تمام واحنا عرفنا يعني ايه سكونس في الفيديو اللي فات تمام وبيتاثر بالاوتلايرز اوتلايرز يعني ايه احنا قلنا الاوتلايرز يعني مثلا لو انا مثلا عندي متوسط اطوال مصريين 180 سنتي تمام جبت 10 متوسط اطوالهم 180 سنتي ولقيت في واحد فيهم متوسط طوله 300 سنتي فممكن ايه الراجل اللي 300 سنتي ده يبوظ لي المتوسط خالص ويطلع لي متوسط جديد هو اساسا مش موجود عندي تمام فيقلب لي الداتا كلها يبقى اذا ان مشكله المين انه بيتاثر بالايه بالاوتلايرز خلاص وفي الحاله دي احنا ممكن نشيل الاوتلايرز اللي فوق والاوتلايرز اللي تحت 25% من فوق و25% من تحت ونجيب الانتر كوانتاير رينج خلاص وهنشوف الكلام ده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله خلاص وكمان من عيوب المين انه ما ينفعش الاوردينال داتا لان دي ارقام غير حقيقيه ولا النومينال داتا فما ينفعش اجيب لهم متوسط وقلنا ان القانون بتاعه سيجما ايه سيجما اكس على ان يعني مجموع الداتا الفاليوز بتاعت الداتا على عددها خلاص وده جدول بيوضح لي الفاريابلز وينفع معاها ايه النومينال طبعا ما ينفعش مع المين ولا ينفع معاها ميديان لكن ينفع معاها مود ان الاوردينال هينفع معاه مود وينفع معاها ميديان لكن ما ينفعش معاها مين لان دي ارقام غير حقيقيه فما ينفعش اجيب لها متوسط تمام انما المتريك ديسكريت بقى والمتريك كونتينوس بينفع معاهم كل حاجه مود وميديان ومين شكرا لحضراتكم واتمنى انكم تكونوا استفدتم